اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا وسهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. طلع ايدك من جيبك. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. وزعناكم فلوس ورصيد وشربات لحم ودجاج وزيت بيبسي وغدا ونيت. وزعنا كل المواد دبسوا يا راش وانطينا ماستر كارت كل شي وكلاشي. شاخوتي ليش اليوم ما شاركيتو والمركز التصويت شو ما اجيتو. ما رحنا خويا اليوم ننتخبك احنا يا خويا. تغدينا بالزوراء وشوية دحنا خويا. التهينا اليوم سبحنا الفروض ظل انت بالصندوق خل عزك يفوق. خويا احنا مو شزواج وتضحك علينا ما كافي صار سنين بينا. شافوتي ليش اليوم ما شاركيتو والمركز التصويت شو ما اجيتو. شكرا. تقدروا تشوفوا برنامج كل جمعه الساعه 9 على قناه دي دبليو عربيه وتقدرون تواصلون ويانا على مواقعنا على منصات موجوده هنا جوا. تقدرون دائما تزونا شعتكم ما عندكم على هذه الاشياء وان شاء الله نحاول نتواصل وياكم اذا عندكم شيء. لاحظ عزيزي المشاهد انه اني صوتي قد متحسن بحيث استنكفت اخلي علي يغني بصوته الحقيقي وياي. وبمناسبه مسيرتي الفنيه بالغناء عندي مفاجاه لكم بالايام القليله القادمه. قاف قرار. أريد كل البيجات على الإنستغرام والسوشيال ميديا أن تتناقل هذا الخبر بملحة. أحمد البشير يفجر مفاجأة فنية صادمة من العيار الثخين ولأول مرة وحصريا. خلاص انتهى الموضوع. فجر. فشلون الله لا يوفقك. أما بالنسبة لحسام الرسام فبعدها ما سوى لي أنفولو بالإنستغرام ومسوي لي أنفولو وما جاوبني على الرسائل. لذلك هلا حسام مشتاقين. عم مش دعوه متكبر عليه من خشمك العالي. انا ما ازعل منك تدري ليش؟ لان هالايام هوايه انسى وما الغي منك المتابعه لان انا مو اسف ولا ندمان. الفولو بمزاجيات لا اريدك ولا اريده
وعندي احساس راح انساك، بس احساس مو اكثر. علي هذا المسج وصله دخيلك هاي حسوم وصل. انتوا هم وصلوا يعني حتى بس يكون يعرف. الحلو بحسام الرسام انه الرجال صار له فوق ال 20 سنه يغني، وتقريبا ماكو شيء ما غنى عليه، وتقدر تستخدمه بحياتك اليوميه كجمل مفيده. حسام جمله باء مثلا، يعني يخابر اقول لك انا وين نلتقي، انت جاوبني باغنيه الحسام بالكاظميه هالولد عادي ترهم. اذا شفتك بغير مكان صدفه بغير منطقه اقول لك للعظميه ايش جابك، تحس نفسك مو على بعضك، تروح للطبيب يقول لك ايش بيك، تقول له من اطب الحمام، طرطاره طرطاره تمشي. الطبيب يكتب لك دواء، تقول له شو وقت اخذ هذا الدواء، يقول لك وقت النوم. شو وقت ابدي بالشريط، حبيبي اليوم بالليل. حبيبي حسام عنده كونسبت كامل لعمليه التكاثر، يبدي من هذا الكونسبت، يبدي من جتني الصبح حلو، بعدين ذب العبايه ممتاز، بعدين حضر خدك بعدنا بالسليم، النوب بوسني هنا وهنا وما حفه بكيفك، وراها حضني كل قوتك، بعدين الا بتشيها وتجي تتوسل. منلقى عايزه هي راح تجاوب تقول لك يمك عشت لحظات. اربطهن كلهن توصل الشاب دي فيك على صاحبته، هذا الشاب لا تصدقه. برجع شكرا. نرجع انتخابات مجالس المحافظات. اريد اسال سؤال قبل ابلش الموضوع واقول مو قالوا جديد الوطن راح يصير؟ ماش قلت لك حسام كل شيء يرهم، حسام يعني الحياه، الحياه تعني حسام. وين نتائج الانتخابات؟ اعلنوها لو بعدهم؟ طلعوا بمؤتمر سيدي لحق عليهم. وينهم؟ بعدهم ما جايين سيدي. يلا ننتظرهم مش عندنا. يلا ها ما جوي؟ شيك والله شيك. قد 80 اي بهم 80 انت تحط شكر بالشاي لا والله بس دا اخوطيك عم تفيات ملل انا هيك بس مو من عندي موضوع دار اسولف بيه اسوي هيك حتى اركز بالموضوع انا جاي اصب هنا بس لا 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 قديم ببالك كون انا مايكروبات بس قول لي وينهم وينهم بس مايكات سيدي ننتظر يلا ننتظر بعد ايه. اوكي ابقى قاعد المضيف انه راحه نفسيه الشغله مطوله يخلص الشاي وبعدهم مجاني شوف والله شوف والله وين طبعا هذا كذاب هذا اجى ورا هاي لازم التليفون يجي حتى يشوفه صاحبته انا ما تسويه هنا مش مراسل بابا كلب شفته بابا الا قدام الكاميرا يسولف ويبوش بابا يلا كمل بالله فيديو حمودي شفتني طالع على الفوضي خلاص استغل الفرصه بين ما يجون هذول المستقلين واسولف لكم ايش صار قبل هذا المؤتمر لاعلان نتائج مال الانتخابات وهنا اريد احكي قصه الانتخابات لفئتين من الشعب العراقي الفئة الأولى للمغتربين خارج العراق لأنهم ممنوعين من المشاركة فما يدرون ايش صار بالانتخابات، والفئة الثانية اللي بداخل العراق لأنه أكثرهم ما شاركوا فما يدرون ايش صار بالانتخابات. فنبديها من البداية، الانتخابات يوم الاثنين بتاريخ 18/12 الساعة 6 الصبح، اكو ثلاث كائنات حية توجهوا وطلعوا وتوجهوا الصبح لمراكز الانتخابية. بس منو من ذولا الثلاثة كان أول واحد ما نعرف. واحد من هذول المتوجهين كان يعني اليوم صاروا مضحكة هاي كلاب اللي طاروا جماعتهم. طيح للمركز الانتخابي نعمة بس الشرطة ثالثين الشارع
اركض اخوي اركض اركض راح ينتخذ العزيز رايح من الصبح يدلو بعوعوته الانتخابية. الديمقراطية بالعراق تشمل الإنسان والحيوان والنبات. يا نبات هذا الخباز اللي ما تدري منين يجي بس ينط ويطلع لك بالحديقة أخت الفيل. أنا وجهة نظري بالحديقة عبارة عن فيل ورد يجي الخباز ابن الزب يضرب وجهة نظري بالحديقة. بس هو فعلا ابن الزب لأنه السماد عبارة عن الزب. الخباز يعني الخباز عود هو يعني ماخذ على الفيل وخيته. جو العراقيين سووا مرق وحمسوية بصل. النوب ما مقتنعين بيه حولوا إلى مثل تركض العشا خباز. ينعف الخباز لا حسام يسوي عليه أغنية و سكرا مغدور قطية خباز واني هم مغدور بالجديد. نتمنى تشلب يقرر قرارات صحيحة بحياته ويبتعد عن المركز الانتخابي لا ياكل طابوقة تايهة تراوي حرية الاختيار على أصولها. هذا كان واحد من المشاركين الثلاثة الصباحين. المشارك الصباحي الآخر هو ما جو العلاسة. علاسة العلاليق والكواقد وحفاضات الجهال اللي لازق عليها خ يابس مو علاسة مال غير شيء. الأسخول طالعين من الصبح لأن عندهم نقص بالكهرباء والماء. أنا صار شوي سخيف بشنو كان. إيه هلا بالعلاسة هلا بالبعارة. بعار لأنه هي صخلة بعرر فهو كان بعرها ويبعرر كل شيء هواي صخل كل شيء بعرر بس تمسح على راسه شوية تربع الحضيان نصيب مال بعرور حبيبي 2000 بعرورة بالثانية شلو تمشين مال السماد من النعم حقيقة بعرورية هاي بمناسبة فديروا بالكم لا يطبوني بعرور على الصناديق الانتخابية. بعدين وبعد ويت شلب والصخل طب عندنا كائن ثالث حي آخر للمراكز الانتخابية من صباحيات الله. كوش انتخابات انتخابات استفتح التصويت بيها الكلاب والصخول وعادل بس المشكله ما حد قال لنا منو اللي وصل أو منو وصل اول حتى نعرف الصخل من عادل. ما تخيل تخيل انت بدوله واحد من اللي قررون بها مصير حياتك هو رئيس وزراء مخلوع من قبل الشعب العراقي ومتهم بدماء 800 شاب بس هو مصمم يقرر مصيرهم. كلها تحدد مصيرك بهالبلد. ساسة حواوين كلاب صخول محمد الباوي ريان اخو ريان ابو خريان اي شيء اقول لك هذا من شفتك اكتئبت والله. رجعنا للمفوضية ما علم نتائج بعد هالمايكات سيدي شو بالله تيست تيست 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم نعلن اليوم الو 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 محمد علي تشوفني علي انا كلش حبيت فقره الشاي بهاي الحلقه كل حلقه احط شاي ليش هذا التاخير اهو اوف يا القانون يقول خلال 24 ساعة لازم تعلن النتائج واحنا كل القانون بالعراق صار 25 ساعة تأخرون عن عجلة التطور. العراق تأخر ساعة عن الاستثمار بس الصحافة السلبية تستغل الموضوع وتمنع التنمية. يلا استعجلوا شوية خلي يسوي العراق أجمل وبين ما ننتظر الديمقراطية تأخذ وقت شوية خلي أكمل باقي اليوم. بنهار يوم الاثنين ورا الكلاب والصخور وعادل عبد المهدي اللي سلمت حاله ياس الحكومه العراقيه شافت الوضعيه راد لها شويه حركات مال تحفيز حتى الناخب يطلع من بيته ويروح ينتخب فقررت تختصر له الطريق. هناك الكثير من سيارات النقل سواء المنشات او الكوسترات التي تتهيا لنقل الناخبين لذلك بالتاكيد ستكون هنالك حركه وستكون هناك اقبال على صناديق الاقتراع. تم تجهيز العديد من المراكب الخاصة من أبناء الحشد الشعبي لوجود باصات وكوسترات خاصة تتم من خلالها عملية نقل المقاتلين إلى مراكز الاقتراع. المرشحون لديهم خطة أن يذهبوا إلى منازل المواطنين ويصحبوهم إلى المراكز الانتخابية للمشاركة كل من أجل خيار المواطن. قبل الانتخابات تجيك سيارات يصعدوك يم الجامعة حتى تروح تصوت. صوتت وكملت حبيبي ابو شرف نقدر تيرتك ما اشوفها ولد
قبل النتائج نحافظ عليك حتى تجيب نتائج، ورا النتائج مهمتنا نحافظ على النتائج. انت اختفي حبي، شهرتك صوتك ما اسمعهن، اسمك ما اشوفه منه 4 سنوات، عندنا عمليه ديمقراطيه وصوتك مهم. اكو احلى واريح من هيك سلطه؟ سلطه شغلك ساعه واحده كل 4 سنين وهي تجيك وتاخذك وترجعك، تحط اصبعك وتروح، وهم وراك يحطون رجلهم مجلس المحافظه وبالبرلمان وبالعمليه السياسيه وكل شيء. في هذا التسلسل الزمني الاحداث المواطنين بعدهم مو كلش متحفزين، بعد المواطن يتمضيق، محتاجين تحفيز قوي. فالجوامع صاحوا افا، جميع مساجد وحسينيات محافظة ديالى بدأت بالمنادات قبل أقل من ساعة من الآن عبر مكبرات الصوت بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع. ودعا شيوخ وعلماء دين محافظة الأنبار أهالي المدينة إلى المشاركة في الانتخابات المحلية بشكل واسع، وذلك عبر مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد. وطالب شيوخ الجوامع الأهالي بضرورة اختيار الأصلح والأكفأ للمحافظة إلى أهالي الشناغوك كراج، عليكم المساندة والمشاركة في الانتخابات بمثرة المدينة. هنا طبوا لك من باب الدين والدعوة للمشاركة من خلال الجامعة، مسوي لك خطة جايين عليك من كل الأبواب. بعد شوية يقول لك عوف الصلاة مو فرض، تعال قوم انتخب فرض قوم. لكن مع هذا الموضوع يرادنا شوية تحفيز بعد، خاصة انه اذا تشوف الفيديو هذا تلقى 99% من عنده بس مراسلين، اجمعهم يطلعوا المراسلين اكثر من الناخبين. فقناة العهد لما شافت الوضعية كلش ما سكتت، وساهمت بتحفيز المواطن والضحك على ذقونه. عليكم السلام. بس اخوان بلا ذا. بحسب قناة العهد في هذا الفيديو مكتوب عليه، وكيل السيد السيستاني السيد رشيد الحسيني يدلي بصوته ويحث المواطنين على المشاركة الفاعلة بالانتخابات. وبهالمناسبة عندي فيديو ثاني لنفس السيد رشيد الحسيني احب اعزز به مصداقية قناة العهد التابعة للشيخ الامين. لما أتكلم فيما يرتبط بالأمور اللي هي ترتبط بالمجتمع والقضايا النشاطات أو الأحداث المجتمع، أتكلم عن رأيي، أنا لست متحدثا عن المرجعية أبدا، ولست ناطقا عن المرجعية أصلا، ولست ممثلا عن المرجعية أبدا. هاي القضايا رجاء لا تسمعوها ممن يكتب وكيل المرجعية فلان كذا، أبدا لست وكيلا بهذا المعنى، فلست ناطقا عن المرجعية أصلا أصلا أصلا. واللي يكتب أنه السيد رشيد المتحدث عن المرجعية هذا كاذب. هذا الفيديو قبل أكثر من سنتين، الرجال بكل وضوح ده يقول لك آرائي فيما يتعلق بالقضايا اللي أطرحها تمثلني آني، ما أطرحها بصفتي وكيل أو ناطق. واللي سوي هيجي واللي يقول علي هذا الكلام كذاب. قناة العهد ليش كذبون؟ أنا هم والله بطران والله جاي أسأل. ولحد تصوير الحلقة قناة العهد لا مسحت هاي التغريدة ولا صححتها، يعني كذبوا على الرجال. قبل كانوا يكذبون يترزلون يمسحون الكذبة، هسه دي يكذبون بلكي يصعدون ترند مثل أبو شاهين. والافتراء على المرجعية ما وقف لهذا الحد، لأن القوى السياسية بعد أن خسرت بانتخابات 2021 رجعت شرعت قانون انتخاب بآلية سانت ليغو، اللي إذا نرجع للمرجعية راح نلقاها تقول التالي عليه. قول مرة أخرى، وهذه مسألة مهمة، ونبين رأي المرجعية الدينية العليا، لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الانتخابية الواحدة. فإن من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة. إن إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولا ولا جدوى منه. الجماعة يدعون ان هم يمشون بتعليمات المرجعية وافتروا على المرجعية،
وطلعوا هواية ناس للانتخابات بهاي القصة، انه المرجعية وهذا الوكيل مال المرجع هو راح صوت، اذا لازم تروحون، وهي اشبه بتعليمات من المرجع انه روحوا انتخبوا كذا. المرجعية مثلا قالت لا لقانون سانت ليغو، لا للدائرة الواحدة، اثنيناتين سووهن. يبدو الموضوع عناد. الشباب المفوضية ما جوي؟ ما اريد اصدمك سيدي. لا. معقولة علي بعدهم ما جوي؟ وين انت حبيبة عمري وين انت؟ تأخرتي علي انت تأخرتي. البلاي ليست مال حسام الرسام والله حط علي موقف يرهم والله العظيم. والله معزومين الشباب شنو الوضع؟ ليش هذا التشويق؟ فاتحين بث وعارفين المايكات وراحين قابل كيسنجر راح يفوز. هو نبني وتقدم والضمير والمهمه وابشر يا عراق. مسلسلات مال رمضان تحسها مقاومه انتخابيه. خلنا نبقى نستغل الوقت ونرجع للتسلسل الزمني. اجت الكوسترات، طلعت الجوامع صيحت، طلع السيد، قناه الاهلي تنزلوا على منصه اكسترا كذابين. بس بعدها الوضعيه رادها تحفيز. المواطن لازم يسوي له واهس بعد والدخله بالمود. جود مود جود انتخابات، مو جود مود. فقرروا يسووا له واهس بانه يحسسوه بالغيره. هاي شنو انت قاعد بالبيت والناس طلعت تنتخب؟ مثل ما تشاهدين خلفي هذه الاعداد الكبيره من يعني منتسبي الجهات الامنيه يتوافدون بشكل مستمر الى مركز الاقتراع الخاص المتواجدين في حاليا في شارع فلسطين في جانب الرصافه من بغداد. مثل ما تلاحظون خلفي هنالك عدد لا باس به من القوات. ولا واحد الطابور يصل إلى خارج المركز. نور يعني أرى الشارع خلفك فارغ، يعني حدثينا عن الإقبال. ربما أنت تقفين في المكان الفارغ، هناك إقبال شديد طبيعي؟ هل لديك أعداد وإن كانت أولية وغير دقيقة عن إقبال المواطنين إلى مراكز الاقتراع؟ أعداد كبيرة؟ أعداد كبيرة؟ مين جابوا هالكلام؟ حسام اطلع من راسي، اطلع من راسي حسام، اضربني بلوك، لا ترجع الفولو. يعني مراكز الاقتراع من الفراغ اللي بيه ممكن بسهوله، اللي محصور يريد يطلع ويا صاحبته وما يريد احد يشوفه ياخذ المركز اقتراع. لا وشوف المقاربه العجيبه، سبحان الله، مراكز الاقتراع بها اصوات، وحتى تنتخب تحتاج اصبعك، ورا ما تطمس الاصبع تتحول الوضعيه الى نيش كتل. احلى شيء لما تربط السياسه بالمو سياسه والله العظيم. نحترم نفسنا، احنا برنامج محافظ واكو عالم موجود هنا برنامج، مو مركز اقتراع احنا، رجاء نحترم نفسنا. بس عندي سؤال شويه اثار الشكوك بداخلي، دا تقولون اكو ناس هوايه، ليش المراسلين ما طالع يمهم احد هوايه؟ ما طالع مو هوايه ناس؟ نوه على شيء واحد، انه مو كل المراكز ساده المشاهدين مخصصه للقنوات التلفزيونيه والى الاعلاميين. هناك مراكز مخصصة للتصوير. زميلة براء، بما أنه هذا المركز اللي تتواجدون به مخصص للقنوات وللإعلاميين، ما طبيعة العمل بالمراكز الأخرى عن طريق الجروبات المعلومات بالنسبة للحضور بالمراكز الأخرى اللي ممنوع القنوات تدخل لها؟ رايحين لمراكز مخصصة للتصوير، وهاي المراكز المخصصة للتصوير ما يجون بها ناخبين، لعد المن مخصصة للتصوير. يعني بالعقل أنت رايح للمدرسة تصور الصبورة والحياطين، غير جاي تغطي الانتخابات، غير تحتاج ناخب حتى تصير انتخابات. الواضح حاليا اكو شيء مغطي الناخبين ما نشوفهم. ما يخالف هسه انتم رايحين تصورون باماكن مخصصه للتصوير، الاماكن اللي ما مخصصه للتصوير ايش قد نسبتها برايكم انتم؟ بالنسبه لي مفاجئ 17% رائع. متاس. الحمد لله 17% الساعه 12 يعني مال خمس ساعات، ونادر مال واحد يجي بالسبعه لثمانيه. لا عطله إيه؟ العراقيين بالعطله ينامون تمام يعني. من السبعه لثمانيه الغيها، للتسعه الغيها، يعني انا اعتبرها هاي مال 3 ساعات صح. يعني من 9 ل 12 تكون 17%. هذه الساعات المتاخره من النهار بدات الناس تتوافد لاداء باصواتهم لانتخاب مجلس المحافظه، ومثل ما تشاهد خلفي الان هذه العوائل نعم تتوافد للانتخابات نعم ازيد من الصباح. وصل العدد الناخبين إلى الحد الآن هذه الساعة 19% ما شاء من الله. الانتخاب وبالتزايد إن شاء الله. عائلة واحدة طبت مو عوائل، عائلة واحدة والله واحدة طب ما صدقوا ناخبين زباين أبوي. لا ما شاء الله صلوات على محمد. اوقف انت كنت متوقع نسبة المشاركة 3% ومتفاجئ من 19%؟ ترى هاي مو جامعة الفراهيدي تطلع معدل 19 وتطلع مثل عن الشعب.
يقول له رقم قياسي 19%، ايش منتظرين جحفله يجي واحد يدعم النسبه باسد وصعدها؟ اطلعوا لنا بنظم حبيبي، شلون كان الاقبال المشاركه؟ ولم نرى هناك اي اقبال او ذهاب المواطنين الى صناديق الانتخابات، اكثر من 80% يرفضون الانتخابات. نعتقد ان النسب كانت ما بين 30 الى 35. نتواجد الان في قضاء معقوبة، كما ذكرت ان الاقبال على مراكز الاقتراع ليس بالمستوى المطلوب. بصراحة الى الان يعني الاقبال بسيط في مراكز مدينة الكوت، ولغاية الآن هناك إقبال ضعيف جدا في مركز محافظة بابل. لغاية الآن تبدو الحركة بطيئة نسبيا. الإقبال في هذا المركز ضئيل جدا وقليل، ربما بحسب رأي مفوضية الانتخابات التي قالت بأن يعني النسبة ستزداد في هذا المركز والمراكز الأخرى بعد ساعات الظهر، لكن ما نلاحظه هو. طيب إيهاب سأعود لك مجددا بالتأكيد. للأسف حتى هذه اللحظات تبدو المشاركة ضعيفة جدا. لربما ما آثر، عذرا على المقاطعة، يعني لربما الوقت لا يزال مبكرا. هاي خطيئة المراسلة ما منطلع على سياسة القناة، فترزلت 100% سودة عليه، راح يبطلوها من قناة الرابعة شوية بعد تقولها لون التقرير ما عجبني، أخذي أخذ فرة وارجع لك. يلا روحي روحي. بس لحظة، شو نسب الإقبال قليلة؟ هذا المواطن ما يوقف شيء بعينه؟ كوستر جابوا لك، جامع صاحوا لك، سيد طلعوا لك، وما تطلع تنتخب؟ تعال 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 هنا، تعال عندي حكي وياك، تعال. أنت ما صار لك عبرة؟ شو وقت تتعلم التغيير الديمقراطي؟ إجتك فرصة للحلق تساهم بتقوية نهدة الداني برشيد الداني. عالي نصيف بسندس نصيف. يحيى المحمدي بسعد المحمدي وضيعتها. اقعد القم، اقعد تندم، اقعد عظ ما حبرتها ندم. شنو منعك تطلع الشارك؟ ليش نسبة المشاركة قليلة يا ترى؟ هذه المراكز لم تشهد اقبالا من المواطنين، السبب هو طبعا برودة الجو بسبب انخفاض درجات الحرارة نتيجة برودة الاجواء الحرارة منخفضة ومنخفضة جدا، انخفاض لدرجات الحرارة، الجو بارد جدا وضباب بسبب انخفاض درجات الحرارة، الجو بارد جدا هنالك ضباب كثيف، انخفاض درجات الحرارة، الاجواء باردة جدا، الجو بارد، برد قارص، قرصة البرد، انخفاض درجات الحرارة، برودة الجو. يعني هو صح الموضوع يضحك، بس يعني لا نستهين بالبرد، يعني بشرفك تريدني اعوف البطانيه الصبح ورا ما وازنت بيها درجه الحراره ومنسوب الفت حتى اروح انتخب الرجل القاط؟ تريدني اعوف الصوبه وجدر الباجله وحامض الشلغم واطلع بالبرد امشي نص ساعه حتى انتخب مازن محمد مصطفى بهيك برد؟ حتى حسام الرسام اخذ موقف وغنى غطيته بايدي من برد. ما اعرف شنو يعني هذا الاغنيه، بس يلا. فالبرود دائما يتسبب بقطع علاقات، واكو حرب كامله اسمها الحرب البارده. ليش تستهينون بالبرد؟ لهذا السبب يعني الدول البارده دائما دول دكتاتوريه، ما حد يطلع بها ينتخب. كوريا الشماليه مثلا دوله بارده ما بها انتخابات اصلا، سواها وما حد راح لغوها. كندا دوله كلها ثلج لا بها انتخابات ديمقراطيه عادي. شباب الغى النظريه خربت خلاص. لا عندك السويد، النرويج، بريطانيا، الدنمارك، سويسرا. خلاص مو قلنا الغى الغيها خلاص خلاص. نظريه طلعت غلط، شوف فصلت هذا خلاص هذا. بس نعذر الناخب، يعني الناخب اذا صار اسهال وراح ينتخب مو راح يسمع الصندوق. بس يبقى البرد سبب مو منطقي، لانه المرشحين كوم وزعوا بطانيات، ليش ما استعملها الناخب؟ بعدين المصداقيه، خلي اخاور بعض الاصدقاء واشوف حاله الطقس بهذا اليوم، والله شنو كانت. عزيزي المشترك، بناء على تعليمات هيئه الاعلام والاتصالات تم قطع الترابط البيني للمكالمات بين شركة كوراك والشبكات الأخرى. نحيطكم علما بأننا نعمل على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن. شكرا لتفهمكم. كذاب كذاب بالقرآن كذاب، متى تحلون المشكلة؟ علي المؤيد هاي مغير صوتك بالذكاء الصناعي؟ هذا صوتك علي؟ بعد لشهر أنا الصوت راح يصير هيك ما اسمع. والله الحكيم راح نحلها، بس انطونا فنتك أو غير شيء. فهمت الرسالة مالها أو غير شيء مو؟ أنا أتأكد من حالة الجو بيوم الانتخابات يوم 18-12، أنا جاهز. يلا تفضل. والآن مع نشرة الطقس. أهلا فيكم في نشرة الطقس. علاوي بس عندك
انتفاخ يمكن بالقولة. لا لا لا، هاي التضاريس ضرورية لنشرات الطقس. نعم. لا بلا زحمة عليك، انطيني القلم. كمل كمل، آسف. لا خلاص خلاص كمل. أوكي. انطيني نشرة الأخبار. إيه كمل. في يوم الانتخابات المصادف 18/12 كانت درجة الحرارة متوزعة كالتالي: في البصرة درجة الحرارة العظمى كانت 20 مئوي. علي والله بدنا نحاول نركز ويا الموضوع، بس ما اقدر اركز ويا الموضوع. سيب الموضوع. سيدي اول مره بحياتي انحرج هجان. انت لابس الكاركتر صح. يعني درجه الحراره 20، يعني الناخب بيقدر ينتخب بالفانيلا عادي بدون الباس كلش طبيعي، بس علي ما يقدر. كمل حبيبي، اسف. في محافظه دياله كانت درجه الحراره 19 مئوي. يعني الناخب يقدر ينتخب باللباس عادي بدون الفانيلة. أنا ما أقدر ينتخب باللباس على. أنت ما تنتخب أصلاً، يلا كمل. إيه. أما بالسماوة فكانت درجة الحرارة 22 مئوي. يعني الناخب يقدر بلا الباس ولا فانيلة هم عادي. وهكذا بقية المحافظات. شكراً علي، نشكر كل المقاومات مال نجاح. لنفترض انه الجو فعلا بقرصة برودة، بس قرصة يعني عادي تطلع، تقدر تطلع في حال شفت حاب تنتخب فعلا، هي قرصة قبل راح يطير نصك، فنعوف البرد شوية واطلعوا لنا بالسبب الحقيقي، الناس ليش ما راحوا ينتخبون؟ المدن والمحافظات التي فيها القرى والأرياف والمناطق النائية في المحافظات أهلها يخرجون باكرا لأنهم تعودوا النهوض باكرا للعمل. القرى والأرياف يستيقظون مبكرا، يتوجهون إلى مراكز على عكس المدن. عكس المدن يعني صح. بعد أهل الجنوب يقعدون غبشة، فالحركة مالتهم جيدة جدا صباحا، ربما لأنه الشعب العراقي تعود على العطلة أنه يبقى متأخر بالنومة. المناطق الريفية وهم منذ الصباح الباكر بدأوا بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. سكان الريف والأقضية والنواحي عادة ينهضون مبكرا على النقيض من سكان المدن الذين يقضون أوقاتهم في ليلة العطلة وهم يتصفحون الهواتف إلى الصباح الباكر. في المراكز إقبالا ضعيفا، يعني لحد الآن تقريبا حتى 5% لا تتجاوز هذه الأعداد، عكس القرى والأرياف فهي تشهد إقبالا أكثر من المدن، وذلك بسبب الفزعة العشائرية والعادات والتقاليد. كل الشباب ينامون الساعة 3 صح؟ الصبح، ما يقعدون بالسبعة أو بالثمانية أو بالتسعة، هذه لابد وان تأخذ بنظر الاعتبار. والله لو تدري حجي شي يسوون من 3 إلى 7. انت بس لاحظ على المشاهدات مال ام اللول وانت تعرف وين. اللي افتهمته هسه انه نسبة المشاركة بالمدينة قليلة بس بالريف اكثر، لانه الريف ينتخبون بالفزعة واهل المدينة يلعبون بالموبايل. اريد اعرف هاي نظريات الريف والمدينة والموبايل، نظريات اجتماعية هاي يا بابا مهمة جدا، تحليل سياسي تحليل انتخابي خطير، على اساس طلعت هاي النظرية؟ يعني شوف ديفترون ما حد يقول لك المشكلة الحقيقية والبسيطة والواضحة، راحوا للبرد تيهونا بالضباب رجعوا للريف، بس تعرفهم شوية يطبون على مشاكلك العائلية وما يطبون على المشكلة الحقيقية، ليش الناس بدها تروح للانتخابات؟ الناخبين او اغلب المصوتين يكونون مرتبطين في اعمال او مثل ما تعرفون حضراتكم بعد الظهر كل الاعداد في تزايد. الالتزامات التي يعني تتعلق بحياه المواطن الشخصيه من ماكل او التزامات منزليه قد انجزت في الساعات الماضيه ولم يتبقى اي عذر للمشاركه في الانتخابات. الناخب الاعتيادي مرات يقاطع الانتخابات مو لموقف سياسي او لانه ناقم على العمليه السياسيه، مرات المزاج الشخصي هو اللي يقرر، احتمال يكون ضايج بيومها او متعاجز او متعارك ويا مرته. لذلك دعوتنا المواطنين بانه اللي ما عنده مشكله بالانتخابات خليه يروح يصوت، اللي عنده موقف هو حر بقراره، اما اللي عنده مشكله ويا مرته خليه يدفع حق قصبه بعد الانتخابات. يا قصبه حبي، يا قصبه ليث، يا قصبه، انت ما متزوجته؟ شايف الانسان من عنده عركه ويا مرته؟ الغدا يصير اسمه زقنبوت، النومه تصير اسمها طمره، البيت يصير اسمه المهجوم، الساعة يصير اسمها ساعة القشرة، الزوجة تتحول اسمها بالموبايل من حبيبتي إلى الكائنات،
قال هاي الكائنات قلبه خلقت عليها. ف بهيج يوم وبهيج مشاعر اذا اروح انتخب راح اختار ثامره من الانجليزي، بلكت تفوز وحياتنا كلها تصير. يقول لي ادفع بقصبه، هاي لو ابو عزرائيل كان قال له قصبه بالديمقراطيه وقصبتين بالعمليه السياسيه. بهاي المناسبه ابو عزرائيل بهذا الاسبوع، خبر مو زين يا شباب انا اعتذر، بهذا الاسبوع استقال من المقاومه. والله العظيم جدياته قال استقيل من المقاومه، والله ما دام تبلع الرجال. ولحد الان ما يعرف شنو يعني واحد يعني المقاومة المستقيل، ما اعرف شنو هي يعني. انت شفت السي او مال المقاومه طلعت شنو؟ انت هسه مقاوم فريلانس شنو؟ وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ بيا مهجوم يعني ايش نسوي لك؟ اكاونت على لينكدين نسوي لك شنو؟ نغير الحاله مالتك الى يبحث عن فصيل يعني شلون؟ هاي اذا يشتغل، هاي اذا يشتغل فصيل الاخ لازم يدزون ايميل للفصيل القديم. دير كاب الزيدي اي كي اي هرامي الشيش. هاو ماني بيبل ضد ابو اسرائيل سواهم تهين؟ يقدر يشتغل تحت الكتل الضغط؟ سند ذا فيديوز ثانك يو لورد اوف ذا ميمز حبيبي. انا هسه كاحمد ادبسز هو يقول عليه احمد ادبسز، اريد اوقف وياك بهاي الشده بس من منطلق الاخوه ورحابه الصدر واثنيننا نسوي محتوى كوميدي للناس. فانا عندي لك عرض بس مو تحمي لحظه انت مستقيل، اهدى اهدى على كده. عندي لك عرض، اولا التيول اللي صرفتها على حمورابي تروح ترجعها مكانها وخلي المرشح يستفاد من عدم الانتخابات الجايه. ثانيا نفتح لك مطعم مشاوي نسميه النابلسي بس لازم يقدم سمك حتى كل ما يفوتون الصدرين يسوي روحك. بهذه المناسبه بهذه الفتره الفاتت اثنين استقالوا من شغلهم، يعني ابو عزرائيل وام اللول، تحياتي واشواقي لام اللول. اثنينهم استقالوا وتفرغوا للبث المباشر. استمر يا ام اللول، صفق لام اللول، هذول مو مشاهدين زيني والله ما يعرفوك مع الاسف. نرجع للناخب، حتى نسبه المشاركه ذبوها براس النسوان. مع العلم المراه نصف المجتمع وهي تلد وتربي النصف الاخر. المراه ليست مجرد صوت انتخابي وانما صوت يملا البيت بهجه ومحبه وسلام وايثار. والبس عباتي وهج واعوفلكم البيت وانا على ابو لابو اللي يبقى به احرق نفسي واخلاص احرق نفسي انت اللي طلقني. فاذا تريدون تذبون نسبه المشاركه القليله براس المراه العراقيه فلسبب واحد بس، الرجل العراقي ما يقدر يفارق المراه العراقيه ولو نصف ساعه حتى يعوف البيت ويطلع ينتخب انتخابات بش كيلو. الرجل العراقي يفارق المنزل بس بزفه العرس ووراها بعد ما تشوفه. تريد الرجل يطلع ذب له لقط بزفه لخ وشوف ايش يسوي. وسط اجواء يملاها الفرح والسعاده وبالتنسيق ايضا مع قياده شرطه المحافظه تم فتح مراكز الاقتراع ومن خلال الجوق العسكري الموجود في القياده وتم توزيع عدد من الورود خلال عمليه افتتاح مراكز الاقتراع. واليوم نشر كافه المفارز الامنيه وايضا مفارز الجوق الموسيقي اليوم. كان هنالك عرس انتخابي من خلال تزيين عجلات ومراكز الاقتراع، ايضا كان هنالك افتتاح لعدد من مراكز الاقتراع من خلال الجوق الموسيقي العسكري لقياده شرطه كربلاء. ما نسمح لاي عمليه محاوله يعني افشال هذا العرس الانتخابي. اللهم ابارك لشعبنا العراقي هذا العرس الانتخابي الكبير. هذا وشهدت مراكز الاقتراع في عدد من المحافظات استقبال الناخبين بجوقات موسيقية. وشهدت مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية في محافظات كركوك وديالى وكربلاء تواجد فرق موسيقية رسمية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في أجواء إيجابية. تتخيل هالقد ما نسبة المشاركة تخرب ضحك، اكو فرقة موسيقية دا تحتفل بناخب واحد ناخب طبرة 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 هذا يطب هيك راح يطلع هيك.
عبالك هو راح يصعد مو المرشح، واحتمال كبير حكومة عراقية تكافئ بمقعد بالمجلس. تقديرا لمشاركتك بالانتخابات ولانه انت صوتت المرشح، هذا كان اختبار لك ولذلك انت نجحت. مو المرشح، تعال احكم يلا حبيبي تعال. شوف كمية الفراغ هذا اللي خلى الحمايات اللي بمراكز اقتراع ابدا ما لهم علاقة بالحماية اصلا. طالب متأخر. ليش متأخر عليه؟ يلا منو يحسب من الواحد لعشرة بالإنجليزي؟ والله والله شباب ما شاء الله منتسبين، ما خلوا شيء ما سووا، طلعوا من نفسهم خطيئة. اخويا روح لكم فدوه، طلعوا من البيت والله بارده شويه ضباب. خلينا نحكي جديات شويه باب. كبرنامج مراقب احنا تابعنا يوم الانتخابات من الصبح الى ان سدت مراكز الاقتراع. اللي شفناه من ناحيه المشاركه مع احترامنا المفوضيه مضحك، مو انتخابات. المراكز فارغه ونسب المشاركة قليلة جدا، يمكن شوية كركوك والبصرة والأنبار شوية النسبة أعلى، بس حتى بهاي المحافظات نظرا للعدد السكاني فالنسبة همات قليلة. اللي استفادوا الناس من هالانتخابات شغلتين، حصلوا عطلة وضحكوا على المرشحين، وهي أنا واحد أهم واحد بيهم طبعا. وهنا عندنا حوار رصدته واحدة من كاميرات مراكز اقتراع بين ناخب ومرشح. صفقوا بزازين، بزون يطلع راسه الصفق. هذا برنامج مع بزازين، خليكم ويانا. تم قطع الترابط البيني للمكالمات بين شركة كوراك والشبكات الأخرى. نحيطكم علما بأننا نعمل على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن. شكرا لتفهمكم. والله ما متفهم، ما حد متفهم موضوع، كذابين والله. الطلب يم الهيئة ما يقبل صعود رئيس الوزراء. يلا حبيبي أهلا بكم مرة أخرى. النتائج ما طلعت؟ بعدها ما طلعت سيدي. هاي ليه تفرجون؟ اكو فيديو بيناتهم والله العظيم. دزوليا دزوليا دزوليا، شنو هاي ليه تفرجون؟ صار ساعة المفوضية لا طلعت النتائج ولا هي طلعت، ابطون المرشحين طلعت والنتائج بعدها. اكمل القصة بالفصل الاول اللي افتهمناه نسبة المشاركة تخرف ضحك، فالسؤال اللي راح نجاوب عليه بالفصل الثاني، ليش نسبة المشاركة قليلة؟ شنو هي بالضبط كانت الاجواء الانتخابية؟ ادري بها باردة اعرف، لا انا اقصد المناخ السياسي. أدري بضباب افتهمنا، أقصد الأجواء الانتخابية من ثلاث جوانب، الأمن الانتخابي، حرية الناخب، تحضيرات المفوضية. ابدوني بأول وحدة، الأمن الانتخابي شلون كان؟ يلا. ماكو فرض علينا، ماكو أحد شايل سلاحه ويقول لازم ما تنتخبون. اليوم ليست لدينا مشاكل أمنية، مثلا هناك تهديدات من قبل جماعات إرهابية باستهداف مراكز انتخابية أو محطات أو إلى آخره، أو اغتيال المرشحين. هذه الأمور كانت موجودة في انتخابات سابقة، ولكن ما يعني يتميز به هذه الانتخابات أنه لم نشهد الحمد لله لحد اليوم هناك استهداف سياسي، اغتيال مرشحين وإلى آخره. لحظة آسف القلم الغلط. والمرسومي أعراض جانبية للديمقراطية، يعني قتل رئيس حزب سياسي بسيارته بمدخل بغداد، هذا مو إرهاب ولا تهديد أمني، أبدا مو تهديد، هذا تنفيذ. فما دام ماكو تهديدات الحمد لله والشكر.
جواب السؤال الأول، بحسب الشباب ماكو تهديد أمني. لا يعني مو عباركم مصدق دا أجمع الأجوبة بس بعدين أتعامل وياكم طريقتي دقيقة. السؤال الثاني، حرية الناخب شلون كانت خصوصا بالتصويت الخاص؟ كنا على تماس مباشر مع أغلب المنتسبين الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم، لم تكون هناك ضغوطات، لم نسمع بأي ضغوط حول وصولهم إلى هنا بالإكراه. الجميع جاء للإدلاء بهذا الاستحقاق الانتخابي يعني بمنتهى الشفافية. هناك تصريحات من القائد العام، هناك مواد قانونية بالدستور في قانون الانتخابات ومواد دستورية، هذه المواد أكدت على عدم إجبار القوات الأمنية وأي مواطن على الإدلاء بصوته أو إجبار على الإدلاء بصوته. أكيد ماكو أي ضغوط، المنتسب والناخب حر. وين تروحون الحلقة بعدها؟ ما خلصانة، انتظروا دقيقة. صح لازم روحي بالقوة بس بعد عندي وقت ما رايح. جاوبوني على السؤال الثالث، استعداد المفوضية للانتخابات المستقلة. الأجهزة تؤدي عملها بكل أريحية ولم تكن هناك أي معرقلات أو أي أخطاء أو أي توقفات الحمد لله. تمت عملية تجهيز الأجهزة وتشغيلها بصورة سلسة وبسيطة والحمد لله شكر لا توجد أي عطلات. الأجهزة أثبتت جدارتها خلال هذه الانتخابات، لا يوجد عطلات كثيرة في هذه الانتخابات. طالبي الأجهزة لم يواجهوا أي مشكلة من ناحية الأجهزة، وهذه الأمور التي كان يعاني منها النار وتكرارا هذه الأمور اختفت حقيقة بسبب تراكم الخبرات لدى مفوضي العليا للانتخابات. مفوضية الانتخابات أدها قدرة تقود أي انتخابات في أي دولة من دول العالم، لأننا يعني ما شاء الله علينا انتخابات مبكرة، انتخابات نيابية، انتخابات محلية، هذه أكسبتهم خبرة متراكمة. هذه الانتخابات لهذا العام تميزت بمجموعة من الصفات ومن أهمها الانسيابية. المفوضية مستعدة تقود أي انتخابات بالعالم، العالم كل انسيابية، انسيابية والناخب يروح ينتخب تزحلق يرجع ورط اللخ للبيتهم والأجهزة تأدي عملها بكل أريحية. طبعا الجهاز تلقاه منتجي طق بسبحته، فضل أخويا حبيبي الغالي تاج راسي أنت العزيز الحبيب، واحتمال من أريحية الدميانة وهياك لك ها ناخب بعدك الصوت لازم عجبك التصويت يومي حط صبعك بي وراح ها ما تبقى ويانا على اليدوي العدو الفرز كل أريحية أريحية. طبعا الجهاز تلقاه دشداشة وسيارة ملكة ويحك بخصانة وين توصل يا مرشح؟ الصدر فارغ؟ لا اخويا منسحب. هسه النقطة الثالثة، الانتخابات انسيابية والأجهزة لم تشهد عطلات. عاشتكم شباب، خلصت الدعاية كملتوا؟ طبلتوا زين؟ صبغتوا عدل؟ هسه اجيت اني راح اشفص بالصبغ، راح اخلي ازهر الخفاجي يعيش اللا جدوى بالحياه. هسه سمعنا اللي صار بالاعلام، خلينا نجي للصار بالواقع. اولا الامن الانتخابي. افاد مصدر امني بتعرض مراكز انتخابيه في مدينه الصدر شرقي العاصمه بغداد لهجوم بقنابل صوتيه، وقال المصدر ان عددا من الاشخاص يستقلون دراجات ناريه قاموا برمي قنابل صوتيه في ساعات الفجر الاولى. الرمانة الصوتية هم تعتبر تصويت انتخابي بس شوية صوتها أعلى وأقوى ومركز شوية. الانسيابية الثانية بالموضوع، الشباب ضاربين صوتيات الفجر وهاي شي يسموها بالعسكرية إزعاج صباحي، ده يختبرون نشاط المنتسب، يفيز يبقى نايم، الشلعة مالته قوية يأخر. والديمقراطية الانسيابية واحد من أهم شعاراتها بالعراق free bomb of speech. نكمل بالأمن الانتخابي. وتعزيزا ودعما لهذا الامن عندنا شويه عروض صامته صارت في شوارع العراق. سيارات بطه فاتحين الجنط يمشون على كيف وداقين صدريات، وانت افهم هاي الرساله المبططه مو المبطنه. خلينا نحلل هذا النشاط اللاصفي الصامت. يعرف الفن الصامت بأنه أحد أنواع التمثيل الذي يتم بدون كلام ولا صوت، وإذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من بطة. هاي الرسالة مفادها إذا الشباب يشوفوك طالع تخلي صوتك بالصندوق يشيلوك أنت وصوتك ويخلوك بالصندوق. وين ياخذوك؟ ياخذوك ويسووا لك عدو فرز يدوي. ورا العدو الفرز يصير عليك سد يا ورد سد من هو الانتخاب سد.
الفوز ويانا هذا المشهد بجائزة أبو درع الإبداع في مهرجان كان. خوش اليد الله يرحمه. ودعما وتعزيزا للأمن الانتخابي بعد أكثر، الوضعية صارت مزعطة وبالنعل. من اقول لك بنعل يعني بنعل، من اقول لك مزعطه يعني مزعطه، ما دا احكي على ريان الكلداني، دا احكي معلومه حقيقيه. مطلع لك طفل وبيده نعال، شو تسوي لما تعرف؟ تلزمه تعتدي على الطفوله، تعوفه يعتدي على الديمقراطيه، انه اذا ضربك نعال بس تحكي يقول لك ايش بيك حاط عقلك يا زعطوط؟ تسكت ما تحكي تاكل نعال ثاني، ترجع عم اصدقائك يقول لك ما تستحي زعطوط لعب النعال على راسك. واذا تسالني منين اعرف هاي التفاصيل؟ لانه انا بهذا البرنامج اكبر زعطوط بالعراق. نجي الموضوع الثاني اللي هو حرية الناخب. لا لا بعدني ما قال النكتة هذا والله، بس ما ضحكت عليه. لا صحيح هاي النكتة صحيح، خل أعيدها والله، خل أعيدها والله. حرية الناخب. اي طلعت نكتة صحيح، بس أكل أقوى. موضوع حرية الناخب يرجعنا اللي صار بالتصويت الخاص، وركز وياي هنا أنا. ركز مرة الأخ، أكثر اللعب يصير بالتصويت الخاص. بس قبلها عندي سؤال، استخبارات الداخلية ليش اجى امر سحبهم من مراكز الاقتراع بالتصويت الخاص؟ ومنين اجى الامر؟ وليش اجى الامر؟ والسؤال الثاني، الرامات مال كاميرات مراكز الاقتراع وين؟ والسؤال الثالث، الطيارة اللي وقعت بطوس خورماتو واستشهد بها ضابط، كم صندوق انتخابي بيها؟ المهم، التصويت الخاص فعلا ماكو اجبار؟ الموضوع كان متروك لحرية الناخب. أن بعض الناخبين في التصويت الخاص بالقوات الأمنية يأتون مصطحبين من قبل الضابط المسؤول والذي يتابع عملية تصويتهم ومن ثم إعادتهم إلى وحداتهم العسكرية، وشدد أن هذا السلوك يعد خرقا صارخا لأحكام الدستور الخاصة بحق التصويت أو الامتناع. لدينا تسجيلات صوتية لما يعطوا أوامر جزء منها بها لهج يعني تهديد بغيابهم إذا لم يشترك في الانتخابات. رصدنا عملية توجيهات من قيادة عمليات إحدى المحافظات بوجوب أن يجلب كل منتسب وصل استلام أو نسخة منه لتأشير أنه قام بعملية تصويت، وهذا إجبار. القوات الأمنية هددت إذا لم يذهب الجندي للتصويت ينقطع راتبه. إذن هذا ضغط، هذا ضغط من أشكال الضغط على هذا الجندي، وبالتالي سيكون هناك ممكن تدخل من قبل أحزاب أو غيرها من الجهات. يا هالراتب الأكشر هذا اليومية يريد يقطعه، يا هالراتب المشكلة المنتسب من يومية تستغل استغلال سياسي راح يبدي يحس إنه واجب حمايتك مو حماية بلده، توعده بالتعيين حتى ينتخبك، وورا ما يتعين تهدده براتبه حتى يرجع ينتخبك، دزه بعد للبيت تجيب لك ملابس. هاي سواها صدق. دزه للبيت تجيب لك جدر دورمه قبل لا تبرد. هاي مسواها صدق. نجي للنقطة الثالثة، متأكدين المفوضية عندها قدرة واستعداد تدير أي انتخابات بالعالم؟ متأكدين الأجهزة المفوضية اشتغلت بسلاسة؟ توقفوا 75% من صناديق الاقتراع عن بث وتسجيل قراءة أصوات الناخبين، هذا يعني فشل الشركة الكورية. أيضا أقرت الشركة الكورية المسؤولة عن أجهزة الاقتراع بوجود خلل فني رافق عملية إرسال عدد من محطات التصويت الخاص. الأجهزة متوقفة. السلام عليكم، الساعة عن النتائج المفروض هي الساعة بستة، شو لحد الآن ماكو، شين الفيلم ما أدري. خلل وين؟ الخليل لحد الآن ما معروف، الجهاز جاي يطلع يعلق تحميل بس. لا حرامات خربت الأجهزة، لا طلعت المفروض ما تقدر تدير أي انتخابات بالعالم، أوف يا أربع مرات يمارسون على الجهاز لحد ما علق. موظفين المفوضية ايش جاي يسوون يا الأجهزة؟ زين ليش الأجهزة فشلت؟ المشكلة الآن إنه هذا حالة الطقس والضباب، وقد تكون هناك مصحوبة ببعض الرطوبة قد تؤثر بشكل أو بآخر على أجهزة المفوضية، على اعتبار أنها حساسة نوعا ما تجاه أي حالة ممكن قد تؤثر عليها. هم بسبب البرد، البردة هاي ايش سوت بالعراق؟ ما تقول لي خاطرة. شوف بصراحة أنا هنا عندي غير رأي. أنا هيك واحد يتخيل هيك انه الاجهزه كل شيء ما كان بيها،
واللي يدعم التخيل مالتي هو بالتصويت الخاص أطلت، بالتصويت العام كل شيء ما صار، مع علمهم كان برد وضباب ونفس الشيء. خلال ساعة واحدة كل شيء تم إرسال بغداد بالتصويت العام. فلو الرطوبة تأثر بالتصويت الخاص وما تأثر بالتصويت العام، مع العلم هن خلال يومين مو شهرين، يعني لو أكو مشكلة ما راح تلحق تعالجها بيوم الاستراحة، لو أكو مشكلة ما راح تلحق تعالجها بيوم الاستراحة. وهنا أريك تتذكر اللي قلت لك تركز وياي عليه، اللعب كله يصير بالتصويت الخاص. أخذ تصويت عام سلس وأخذ التصويت الخاص يمنع، إحنا اللي تفاهم وياه. ما طلعت النتائج علي؟ طلعت. عدد الناخبين المسجلين بايومترياً 16,158,788. عدد المصوتين الكلي 6,620,851. نسبة المشاركة 41%. كلاش! كلاش! وأخيراً أعلنوا النتائج. بس هاي غلط. حتى تحسب نسبة المشاركة الحقيقية لازم تحسب عدد المشاركين بالنسبة للي يحق لهم الانتخاب بالعراق، مو بالنسبة للي مسجلين بالبطاقة البيومترية. وطبعاً هواية محدثين بس ما مستلمين بطائق، وهواية أصلاً ما محدثين. لهذا السبب المفوضية طلع فرق جوال على العالم حتى يحدثون. فإذا أريد نحسب النسبة الحقيقية عندك عدد من المراكز اللي تنطيك أعداد تقريبية عن اللي يحق لهم الانتخاب، اللي هم أكثر من 23,300,000 بالغ بحسب مركز مراقبة الخبرة الانتخابية. على هذا الأساس وعلى هذا الرقم من نحسب نسبة المشاركين راح تطلع حوالي 28% بأحسن الأحوال. لهذا السبب مع احترامنا المفوضية مرة ثانية، بس النسبة اللي طرحوها بها مشاكل، فمو 41% مو صحيح. اللي انتخبوا 6 ملايين والمؤهلين للانتخابات تقريبا 23,300,000، ف 6 ملايين ويا 23 مليون تطلع 28% 27%. هاي من ناحية الأعداد. من ناحية الفائزين، من فاز؟ تحالف نبني قد احتل المرتبة الأولى، بينما دولة القانون حل ثانيا. تحالف نبني ثم دولة القانون. تحالف نبني عدد الأصوات 42,099 صوت. في ميسان نبني كان أولا ودولة القانون ثانيا. في ذي قار كان نبني أولا ودولة القانون ثانيا. ائتلاف دولة القانون حصل على 46,750 صوت. حصول تحالف نبني على المركز الأول. وفي باب نبني أولا ثم دولة القانون. جاء تحالف نبني أولا ودولة القانون ثانيا. حصد تحالف نبني على المركز الأول، حيث حل تحالف نبني أولا ودولة القانون ثانيا. نتائج أبدا مو متوقعة بصراحة. لا غريبة، أنا بديت أشكك بشكوك اللي كنت أشك بيها بالعملية الانتخابية اللي شقتنا شك. معقولة نبني الفائز الأول؟ ما متوقعها، خصوصا الحكومة مالتهم والرعاية الاجتماعية مالتهم. أخاف وزعوا ماستر كارد لا سامح الله. دولة القانون هو الثاني. خاف استغلوا موارد الدولة. زين دولة القانون نبني كتلتين فد الباس، شلون تتنافسون بيناتكم؟ أنا بديت أقلق على التوازن. شنو الخارطة بالله السياسية الجاية بالعراق وراء هاي الانتخابات؟ بس حتى واحد يصير عنده طلع. ائتلاف نبني حصل على نصف المقاعد في 12 محافظة، فلديه 6 محافظين، لأن هو نصف المحافظة. أكيد يجب أن يكون في قاعدة. كذلك بالنسبة لدولة القانون حصل على مثلا ربع أو ثلث المقاعد، لديه أيضا 30% من المحافظات. وهكذا بقية القوى تأتي. هذا الحالة المثالية. الحالة المثالية هذه أولا تحافظ على تماسك صحيح قوى الإطار، وثانيا تصبح المحافظات يعني التي يشكلها الإطار هي محافظات الإطار، كما اليوم حكومة السيد السوداني ماذا نقول عنها وتقول عنها زعامة الإطار، على أنها هي حكومة الإطار. تصبح هنالك ثمة خطوط متوازية، حكومة إطارية اتحادية يقودها السيد السوداني، حكومات محلية تكون تابعة للإطار التنسيقي، وهكذا تصبح الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية كلها تابعة للإطار ويتنافسون فيما أريد. أوكي. حكومة الاتحادية والمحلية تابعة للإطار ويتنافسون بيناتهم، محافظات إطارية والباقين يأخذون العبرة من المرادم اللي راح يصير. الحلو العراق واصل مرحلة الشعب بيه قاعد يتفرج على الحكومة، حكومة الإطار وكتل الإطار تتنافس بيناتها، وطلع التوازن اللي يريدوه الإطار هو أنه الإطار ينافس الإطار. وبهالحالة الخارطة السياسية هي خارطة الجماعة. خليكم يعني. قبل نهاية الحلقة
احب اهني جميع العراقيين المسيحيين بمناسبه اعياد ميلاد المجيد والمسيحيين في كل مكان طبعا بس العراقيين على وجه الخصوص. اهنى بكل مدن ومحافظات العراق، سنه حلوه عليكم ونتمنى ان تكون مدنكم امنه وتليق بكم وبالصوره الحلوه اللي يضيفها وجودكم بهذا البلد. والمسيحيين اللي عايشين خارج العراق همات كل عام وانتم بالف خير، واتمنى يجي يوم ترجعون لبلدكم ويحتضنكم وينهي فصول المعاناه اللي شفتوها. اعرف هذه السنه كانت قاسيه بسبب كارثه الحمدانيه وحجم الضحايا اللي بيها واللي احنا ما ناسيهم ولا راح ننساهم. الرحمه لهم ونتمنى لذويهم الصبر. وبهاي المناسبه بمناسبه عيد كريسمس كبرنامج وانا شخصيا نحب نتضامن مع اهالي الحمدانيه باغنيه اللي هي اغنيه There Will Be Peace in the Valley اللي غناها ألفيس بريسلي بسنه 1957. اعاد غنائها الفنان العراقي الشاب مود والفنانه العراقيه فيفيان خوري. نتمنى ان تكون هذه الاغنيه سبب بايصال رساله شريحه مهمه من العراقيين للعالم. شكرا لكل من ساعدنا بانتاج وتصوير الاغنيه، ومره اخرى كل عام وانتم بخير وان شاء الله الجاي احسن. تصبحوا على خير. I'm tired and so weary, but I must go alone till the Lord comes and calls me away. Oh yeah, well the morning's so bright and the light. والحروف بها نتلي كل صلاة.